فتحت لك قول صلى الله عليه وسلم إلا وجبتها الجنة. كنت في مجلس أبو عبد العزيز. كنت في مجلس. ايه؟ أنت مو أنا. أنا. ايه؟ مو أنت. أي صح نسيت. أنا أقول كنت. ايه كنت. أنت كنت. عرفت كيف؟ فكان واحد يقول يعني رجل إن شاء الله خير يعني وفيه خير يعني يقول أنا والله أهتم بأولادي. ما شاء الله. فلما قال كذا سبحان الله وعنده كم بنية وكذا يقول أحرص عليهم وأعلمهم ويعني مهتم فيهم حلو. وأنا أحب أهتم في أولادي حلو. وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عالى جارية أو جاريتين الله أكبر ايه أو ثلاثة يعني الله ايه أكبر إلا كانت له سترا من النار الله أكبر يعني دخل الجنة صح حلو. ولا فأقول سبحان الله كنت أتأمل يعني أقول يعني شوف هذا ليس عالم ولا طالب علم ولا شيخ ولا داعية ولا يعني ولا محدث ولا محدث يعني ما فيه طرق للجميع مفتوحة حلو عرفت كيف؟ نعم فيه طرق للجميع يعني مفتوحة حتى لو كان ليس عالما أو طالب علم عندك طريق مثلا اللي هو الاهتمام بالأبناء حلو خلينا نقول اهتم بالزوجات حلو خيركم لأهله لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني أصبحت مثل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يهتم بزوجته ومثلا يعني والزوجة تهتم بزوجها عرفت كيف يكون دخل باب الخيرية لا أعطيك ايه الحديث ايه اللي قلته نعم في صحيح مسلم ايه يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله أنا وكافل المرأة احنا ايه نعرف أنا وكافل إيش اليتيم كل الناس يعرفون حديث هذا حديث حاضر عند الشيخ محمد العثيمين حاضر شرحه يقول أنا وكافل المرأة واليتيم يعني حتى المرأة مع إيش مع اليتيم في الجنة كهاتي عليك الناس صار معرفة الحديث حديث صحيح يعني أنت مع الرسول في الجنة إذا كفلت المرأة من هي المرأة يا أبو عبد الله مرأة بنتك أختك زوجتك أي أختك أبوك توفى وصرت مثل أخوي الله يرحمه مات الوالد أخوي محمد الله كان في الدرس الأعلى تكفل أخوي عبد الله أخوي عمد تكفلوا بأخواتي مثل كذا الناس كثيرة أمس واحد تكلمني ما شاء الله تقول متنا أتفضل ما معليش مات أخو مات 12 أبوهم مات عن 12 بنت الأخ ما شاء الله قال أنا بأخواتي ذولي علي أنا ما حد يتدخل كل شيء علي أنا شوفها الرسول قال أنا وكافل المرأة يعني مرأة قال واحدة ولا اثنتين قال أنا وكافل إيش المرأة بهذا طريق الجنة ومو طريق الجنة طريق الجنة بعض الناس كان عنده أخت خصوصا طلقت ضعيف وتزوجت يا أبو عبد الله طلقت إيش تزوجت وطلقت أو تزوجت زوجة ثانية متوفقت كم زواج زواجين يبدأ إخوان اللي عند الكبار أخوان الكبير كل شوية حقيرها ما قدرت ترجع عدري وجهك موجه خلنا في الطريق الجنة خلنا في طريق الجنة فأقول يعني تكفل أختك مطلقة ولا أختك الكبيرة ولا أختك العانس أنت مع الرسول في الجنة أنا وكان المرأة إيش في الجنة كفها الطريق من ضر الجنة هالمرأة اللي بيننا اللي عايشة في وساطة اللي غرب يتندر بأنهم أعطوها حقوقها صح أنا صاحب عبد الله ألا يتندر الغرب بحق المرأة وهم أعطوها حقها ولا معطوها أما استغلوها هذا بالشوارع للأسف تدور شغل وتدور استغلوها وليس ولم لكن الإسلام عندنا قال لا أنا وكافل المرأة ما تلب والأخو يكفلها بل حتى يتولى طيب أبو عبد العزيز حلو احنا الآن في آخر الوقت اي والله عرفت كيف لذلك لما كانت الطرق ما شاء الله كثيرة وميسرة وسهلة وربنا كريم رحيم سبحانه وتعالى لطيف بعباده ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال فاستبقوا الخيرات الله أكبر قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله أكبر وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة شوف الآن هذه طرق الجنة